السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بخير وفي صحه جيده. مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله كي كتلاحظوا معايا غنصاوبوا الرفيسه، او لا غنوجدوا مع بعضياتنا الرفيسه بالحمام. لهاد الرفيسه البنات اول حاجه بعدا كتجي زوينه لذيذه بزاف، اي واحد غيتذوقها غتعجبو اكيد. وبالنسبه للمبتدئات اللي اول مره غادي يديروها، جربوا هذه الطريقه اللي غتشوفوا معايا دابا، غادي تنجح لكم 100%. نبدأ مباشره في المقادير وفي طريقه التحضير. بالنسبه للمقادير البنات، عندي هنايا 5 ديال الحمامات. مهم خديت انا 5 على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. مهم 5 اللي خديت انا، ممكن تزيدوا اكثر ممكن ديروا اقل. هنا خديت واحد الكميه مهمه ديال البصله. الى البنات الا درتو 5 ديال بحالي ديال هاد الحمام، غادي ديروا تقريبا واحد 4 ديال البصلات كبار. خديت كذلك 4 ديال المطيشه، حتى هما كبار، حكيتهم في حكاكه رقيقه مزيان. هادو هما الحوايج اللي غادي نحتاجو البنات في النصيب ديال هاد الحميمات ديالنا. بطبيعه الحال غنحتاجو الزيت. خديت هنا طنجره اولا كوكوت، المهم درت فيها هاد الحميمات هادو، درت عليهم داك الكبدات وداك القلوبه وداك الشيء. هنا ضفت البصله اللي شلضناها تقريبا رقيقه شويه، وغادي نزيد ليها مطيشه. حاجه البنات اللي مهمه بزاف اللي ضروري خصكم ديروها هي السمن البلدي. درت هنا معلقه كبيره عامره مزيان، درت واحد المقدار ديال زيت الزيتون، وزدت ليه واحد نص معلقه صغيره ديال الابزار، وكذلك زدت واحد جوج معالق صغار ديال سكينجبير، وجدت جوج معالق صغار ديال الخرقوم. كلشي البنات بلدي، كلشي سكينجبير بلدي والخرقوم بلدي، والملحه كذلك جوج معالق صغار ديال الملحه، كتبقى على حسب الذوق. طيب البنات، هنا كنزيد لها واحد كاس ديال الماء سخون باش نخليها تشحر شي شويه، وكنخليوها تشحر، ومن بعد غادي نضيفوا لها القدر الكافي ديال الماء اللي غنمرقوا به اللي يكون الماء سخون. من بعد غنسدو نخليوه يطيب. من بعد كنسدو عليه كنخليوها تطيب. من بعد ما كما قلت لكم ضفت واحد القدر الكافي ديال الماء سخون باش مرقنا، ومن بعد كنسدو. واحد الحاجه اللي وقعت لي البنات، انا الحمام جاني يعني شي طاب وشي، يعني منين خديتهم وحدين صغار وحدين كبار، يعني وحدين طابو دغيا وحدين لا، هذا هو المشكل اللي وقع لي، ولكن ماشي مشكل. من بعد كنسدو الطنجره ديال الضغط وكنخليوه يطيب. للاشاره البنات، وهما البنات، مره وحلو ما تغفلوش عليه، على الكوكوت ديالكم مره وحلو، غير تلقاو شي حمامه طايبه حيدوها وخليو الاخرين اللي باقي ما طايبينش تيطيبوا. المهم البنات، من بعد ما كيطيب، بالنسبه للزين انا عندي هنايا اللوز، وعندي هذا البيض ديال السمان هو اللي متوفر عندي. يمكن لكم تزينوا باي حاجه بغيتوها، بغيتو ديروا المشماش، التمر، يعني كتبقى لكم تزين على حسب الرغبه وشنو نتوما بغيتو. دائما كندير رفيسه بهذا التريد، مع عمري درتو بالمسمن. كيجي لنا زوين بهذا التريد، كيجي اهلد وكيجي احسن. وفايتو شاركت معكم الطريقه كيفاش كنصوبوا هذا التريد، الا ما كنتوش شفتو غنخليه لكم في صندوق الوصف، دخلوا وشوفوه. المهم بعد ما كيطيب البنات، كنحل كما قلت لكم مره كنحل.
انا كانوا طابوا ليا بربعه وحده تفرتات، يعني قلت لكم هذه القضيه غير باش تردوا البال باش ما يتفرتوش ليكم. المهم من بعد غادي نزيد نزيد الحلبه اللي نقيتها بطبيعه الحال وغسلتها، غادي نزيدها نزيدها على الحميمات ديالنا ونسد عليها يعني ما 2 دقائق هكاك، ومن بعد غنحل عاوتاني وغادي نزيد الثومه اللي قطعتها بحال هكا وربيطه ديال المعدنوس غادي نضيفها حتى هي، ومن بعد غادي نسد حتى هي غير واحد شويه غير على ما تطيب لنا يعني الثومه دغيا دغيا. يعني شويه وطفيو عليها صافي. البنات المريقه ديالنا يعني كتجي على هذا الشكل، كتجي المريقه خاتره لذيذه لذيذه بزاف ما نقولكمش البنات. وحاجه اخرى اللي كنديرها ديما ويعني كتجي خطيره حتى هي يعني كتواتم مزيان مع هذا الرفيسه اللي هو الزعفران شعره، زوينه البنات. الا كان عندكم ضيفوه كيجي غزال كيعطي واحد المذاق رائع لهذا الرفيسه. الا ما كانش عندكم انا راه ما كانش متوفر عندي فاش طيبتهم. المهم البنات واخا هكا كتجي زوينه تزين كما قلت لكم كيبقى على حسب الرغبه. انا هنا زينت باللوز اللي زينت باللوز وبات البيض ديال السمان. وكيجي الشكل ديال الطبق ديالنا بحال هكا اولا الرفيسه ديالنا كتجي بنينه بنينه البنات. ما نحتاج اني نشكرها لكم، اكيد الا جربتوها غادي تعجبكم بزاف بزاف. كنتمنى ان شاء الله يكون هذا الفيديو نال الاعجاب ديالكم، وكما العاده الا كنتو اول مره كتشوفوا القناه ديالنا كنتمنى تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد. وما تنساوش تفرحوني بواحد بتي كومنتير كنفرح بيه بزاف بزاف، وارائكم كتهمني وكنتمنى ان شاء الله نكون دائما عند حسن ظنكم. والسلام عليكم.